أخبار اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة احنا هنعرض نموذج لامتحان مادة الفلسفة والمنطق في ملحق الأخبار التعليمي. في البداية أنا بحب بطمنكم بقول لكم إن الامتحان إن شاء الله جاي سهل وجاي واضح، وإن شاء الله هتحصلوا فيه على أعلى الدرجات. هو بس كل المطلوب منكم شوية تركيز في أداء الإجابات. في البداية خالص أنا هعرفكم إن المادة بتاعتنا فلسفة ومنطق، يعني جزء فلسفة وجزء منطق. بالنسبة لجزء الفلسفة بيتضمن 3 أسئلة، وجزء المنطق برضو بيتضمن 3 أسئلة. السؤال الأول في الفلسفة بيكون إجباري، بيتكون من 12 درجة مضمونين إن شاء الله بإذن الله، وبس كل المطلوب إن أنتوا تركزوا في اختيار الإجابات المطلوبة. هنبدأها بالسؤال الأول الإجباري. أذكر الدليل الاجتماعي عند أنصار الحرية. أذكر الدليل الاجتماعي عند أنصار الحرية. طبعا احنا خدنا أن الحرية اعتمدوا على 3 أدلة، دليل جسمي ودليل نفسي ودليل اجتماعي. السؤال عايز ايه؟ السؤال عايز الدليل الاجتماعي. الدليل الاجتماعي بيقول لي ان هو بيعرض وسائل الضبط الاجتماعي في المجتمع. وسائل الضبط الاجتماعي في المجتمع هي اللي بتعترف ضمنيا بحرية الفرد. وسائل الضبط الاجتماعي دي عندي جزئين، في وسيلة رسمية وفي وسيلة عرفية. الوسيلة الرسمية عندي متمثلة في قانون الدولة، والوسيلة العرفية متمثلة في العادات والتقاليد والأعراف الخاصة بالمجتمع. جميل. طيب يا ترى الوسائل دي وظيفتها ايه؟ قال لك الوسائل دي وظيفتها انها بتخلي الفرد عنده حريه الاختيار، يا اما يختار الفعل ده او يختار الفعل المضاد، ومن خلاله المجتمع يا اما بيكافئ يا اما بيعاقب الفرد. ادي كده السؤال الاولاني اللي بيكون من 3 درجات. السؤال الثاني بيقول المجتمع يحدد القيم الاخلاقيه عند الوضعيين. طبعا السؤال ده احنا كده على طول هنعرف انه بيخص المشكله الخلقيه في الالزام الخلقي عند الاجتماعيين الوضعيين. المجتمع هنا هو اللي بيحدد لي القيم الاخلاقيه. خدي بالك ان لما يجي لك السؤال برهن بمثال، يبقى معنى كده ان انا هشرح وهدي مثال. نقرا السؤال كويس مره واثنين وثلاثه قبل ما نجاوب. المجتمع بيحدد القيم الاخلاقيه عند الوضعيين، معنى كده ان القيم اللي موجوده في المجتمع زي العفه زي التعاون زي الطهاره ما هياش فطريه. يعني ما هياش فطريه؟ يعني انا بكتسبها وباخدها من المجتمع. طالما الانسان بيكتسبها من المجتمع معنى كده انها ما هياش فطرية، دي بتكون مكتسبة، بتكون نسبية متغيرة وليست مطلقة. يبقى إذن المجتمع طالما هو اللي بيدهاني بتكون ليست مطلقة وإنما نسبية متغيرة. ليست مطلقة وإنما نسبية متغيرة، يعني الفضيلة في مجتمع قد تكون رذيلة في مجتمع آخر، والعكس صحيح. طيب ده معنى كده إن طالما المجتمع هو اللي بيحدد لي القيم الأخلاقية وإنها نسبية وإنها ما هياش مطلقة، يبقى معنى كده إن ما فيش قيم موجودة في المجتمع أو بيؤدي إلى زوال وانحطاط القيم من المجتمع. قال لك لا، نسبية الأخلاق وتغيرها لا يعني زوالها وانحطاطها عن المجتمع، هي مجرد تعبير عن الواقع الاجتماعي. يعني أنا شايفة إن ده خير، يبقى الخير ده من واقع المجتمع. السؤال الثالث، أنقد مذهب الحاسة الخلقية عن شافتسبري. الحاسة الخلقية ده برضو مذهب يتبع للمشكلة الأخلاقية أو الإلزام الخلقي. هما 3 نقط بنبدأها بإيه؟ أولا إن شافتسبري اعتبر إن الوجدان مصدر الإلزام الخلقي. الحاسة الخلقية مذهب الحاسة الخلقية لما يجي يقول لي أنقد مذهب الحاسة الخلقية عن شافتسبري، طبعا شافتسبري ده بجزء برضو من المشكلة الخلقية في الإلزام الخلقي، إن نقده مجموعة من الفلاسفة اللي بنبدأ فيها بيقول لك إن الوجدان نسبي متغير. الوجدان نسبي متغير. شايف احنا دلوقتي شافتسبري بيقول لي ان الحاسه الخلقيه دي معتمده على الوجدان والعاطفه. طب يا ترى الوجدان والعاطفه ده واحد عند كل البشر ولا نسبي متغير؟ طالما الاخلاق هنا نسبيه متغيره من فرد للتاني، فبالتالي الحكم هيختلف برضو من فرد للتاني، فما يصحش او لا يصلح ان تكون الحاسه الخلقيه مصدرا للالزام الخلقي. النقطه الثانيه، شافتسبري فصل ما بين الاخلاق وما بين الدين، فبالتالي خطأ فصل الأخلاق عن الدين، فهاجمه رجال الدين. رجال الدين بيقولوا يا جماعة ما ينفعش إن احنا نفصل ما بين الأخلاق وما بين الدين، لأن الاتنين جزء واحد. شافتسبري قال لك لا، أنا هفصل ما بين الأخلاق وما بين الدين. طب رجال الدين بيقول لك إن احنا بناخد الدين وبنرغبه يا إما يدخل الجنة يا إما بنخوفه ونرهبه إن هو يخش النار، فما ينفعش نفصل ما بين الأخلاق وما بين الدين. النقطة الثالثة في نقد شافتسبري اللي اتوجهت لشافتسبري ان هو قال ان ممارسة الفضيلة لا تتطلب عناء. ممارسة الفضيلة لا تتطلب عناء. شافتسبري بيقول ان الانسان كده بطبيعته فاضل. الانسان بطبيعته فاضل.
طيب معنى كده ان هو مش بيبذل مجهود عشان يقوم بالفضيله، فاحنا بنقول له ان الفضيله دي عشان اقوم بيها او عشان اوصل لها محتاجه لعناء ومحتاجه الجهد والمشقه، اللي بدايتها لابد من انكار الذات. يعني ايه انكار الذات؟ يعني الانسان ما يبصش لمصلحته هو، يعني الانسان ما يكونش اناني. طب عشان الانسان يوصل للجوهر ده محتاج لمشقه والعناء، ان هو يفصل ما بين مصلحته الخاصه ومصلحه الاخرين. ادي سؤال بتاع شافتسبري. ننتقل للسؤال، السعادة الحقيقية هي السعادة الأخروية عند الإمام الغزالي. بيجي يقول لك حلل هذه العبارة، فأنا همسك السؤال ده وهحلله. يعني هحلله يعني هشرحه بالتفصيل. أولا الغزالي بيقول إن إحنا لما بنبص على أفعال الناس بنحكمها بميزانين، بميزان العقل والشرع معا، عقل وشرع مع بعض. طيب يا ترى السعادة عند الغزالي مرتبطة بالحاجات اللي موجودة في الدنيا؟ يعني إيه زي الحاجات اللي موجودة في الدنيا؟ يعني مثلا عندي حاجة اسمها خيرات النفس. خيرات النفس دي اللي هي متمثلة في الفضائل الأربعة اللي احنا كلنا بنسعى ليها، زي العفة، الشجاعة، الحكمة، العدالة. أو خيرات البدن اللي هي الصحة والقوة والجمال. عندي كمان خيرات من نوع تاني اللي هي الخيرات الخارجية. الخيرات اللي هي الخارجية زي إيه؟ زي مثلا المال، الأهل، العز، والخيرات التوفيقية اللي هي التوفيق والتسديد من عند الله سبحانه وتعالى. طيب يا ترى الحاجات دي هي اللي بتوصلني للسعادة الأخروية؟ قال لك لا، الحاجات دي موجودة في الدنيا، المفروض السعادة الأخروية اللي هي بقاء لا فناء. وبيبتدي يعرض لي ان الغزالي شايف ان السعادة الأخروية هي غاية السعادة اللي الانسان بيحاول ان هو يوصل لها او يسعى اليها، في كتاب اسمه كتاب الميزان. ده نهاية السؤال الاولاني.